بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول الشيخ: ثم قلت: لا يبتدأ بنكرة إنعم إلا إن عمت ما رجل في الدار أو خصت رجل صالح جاءني وعليهما والعبد مؤمن خير. الأصل في المبتدأ أولادي أن يكون معرفة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يكون نكرة. والشيخ قال في شرح قطر الندى، قال: النكرة مجهولة والحكم على المجهول لا يفيد. يعني إذا قلت مثلا رجل عالم، أقول ما شاء الله، من هو هذا الرجل؟ لا نعرف. إذا كيف حكمت بالعلم لرجل مجهول؟ إذا المبتدأ لابد أن يكون معرفة ولا يكون نكرة. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ بعد أن تصلوا على النبي عدنان صلى الله عليه وسلم، النكر المجهول لا تفيد، لأن الحكم على المجهول لا يفيد. فلا بد أن يكون المبتدأ معرفة. هل يجوز أن يكون المبتدأ نكرة؟ نعم. الشيخ أتى بعبارتين، قال: إن عمت أو خصت. إن عمت يعني أفادت العموم، والنكرة بعد النفي يفيد العموم. لما نقول ما رجل عندنا يبقى أفادت العموم. طب كل يموت، ده أفاد العموم. سلام عليكم، أفاد العموم. ويل للمطففين، أفاد العموم. ده اسمه كل داخل تحت العموم. الخصوص يعني نكرة توصف بنكرة، زي والعبد مؤمن خير من مشرك، يبقى النكرة وصفت بنكرة. أقول مثلا رجل صالح عندنا، أو تضاف إلى نكرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله. يبقى هذا المراد بكلام الشيخ يا أولاد. فمن أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة إما بصفة: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. يبقى أمة مبتدأ وهي نكرة. لماذا؟ لأنها وصفت بنكرة وأصبحت خير خبر. ولا عبد مؤمن خير من مشرك. أو بصفة مقدرة، لما قال العلماء: السمن منواني، منواني ده مقدار مخصوص من الموازين زي الرطل. يعني عندنا مثلا في مصر أقول رطلان، كلمة رطلان هي عند العرب منوان، ده ميزان عندهم معروف، تساوي عندنا مثلا رطلان يعني. فقال: السمن منواني بدرهم. السمن مبتدأ أول، منوان مبتدأ ثاني، بدرهم خبره. المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. المسوق للابتداء منوان أنه موصوف بصفة مقدرة، بصفة مقدرة. شوف السمن منواني منه، يبقى فيه جار ومجرور متعلق بمحذوف، صح يا أولادي؟ يبقى موصوف بصفة محذوف، أي منوان منه. يبقى السمن منوان منه بدرهم، يبقى السمن ده مبتدأ. طب منوان ده مبتدأ ثاني. لاحظ منوان يعني رطلان، المبتدأ ده هنا نكرة. طيب النكرة أين الصفة التي وقعت بعدها؟ صفة مقدرة يعني منوان منه. قد يقول قائل: ده جر ومجرور. ما الجر والمجرور بعد النكرة صفات، الجر والمجرور بعد النكرة صفات. يعني إذا قلت مثلا جاء يعني رأيت رجلا في الدار أو أمام الدار، هذا يعرف صفة، لأن الجمل بعد النكرة صفات. وشف الجملة بعد النكرة صفات. يبقى هو يقول لابد أن يكون المبتدأ النكرة معتمد على صفة إما موجودة كالآيتين اللتين استشهدت بهما، أو مقدرة كقول العرب: السمن منواني بدرهم. يبقى بدرهم خبر. طيب أين خبر أو أين الصفة لمنوان؟ يبقى السمن منواني منه. يبقى السمن مبتدأ أول، منوان مبتدأ ثاني مرفوع بالألف للمثنى. طيب وهنا في صفة محذوفة منوان منه، هذه الصفة هي التي جوزت مجيء المبتدأ نكرة. طيب ومنها أن تكون مصغرة، لم يقول رجيل جاءني، لأن التصغير وصف
يعني كأنك قلت رجل صغير جاءني. طيب، ومنها أن تكون مضافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، وده شرحتها منذ قليل. منها أن تتعلق بها معمول أمر بمعروف صدقة، يبقى كلمة أمر ده مبتدأ وهو نكرة. كيف جاء نكرة؟ كيف أعرب مبتدأ وهو نكرة؟ لأنه تعلق به معمول، يعني يعني كلمة بمعروف الباء حرف جر، ومعروف اسم مجرور بالباء، الجر والمجرور متعلقان بأمر، لأن الجر والمجرور يتعلقان بالفعل أو ما يشبه الفعل. اللي يشبه الفعل مثل اسم مفعول أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أو اسم الفاعل أقول يعني أقول مثلا زيد جالس في الفصل، أو اسم مفعول المذنب مأخوذ بذنبه، أو المصدر كهذا الحديث أمر بمعروف صدقة، يبقى صدقة خبر لمن؟ للمبتدأ اللي هو أمر. طب ده أمر ده نكرة لأنه تعلق به إيه؟ قال تعلق به معمول، معمول يعني اسم مجرور. فأمر ونهي مبتدأ نكرة، وسوغ الابتداء بهما ما تعلق بهما الجر من الجر المجرور. وقولك أفضل منك جاءني، أهو أفضل مبتدأ وهو نكرة. طيب كيف جاز الابتداء بنكرة؟ لأنه في جار ومجرور تعلق به اللي هو منك، منك. طيب، وكلمة جاني هي الخبر. يبقى الحمد لله كل هذا شامل للخصوص. ومن أمثلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عموم، زي كل له قانتون، من يقوم أقم معه، من ده لفظ يدل على العموم، من يقوم يعني أي شخص يقوم أقم معه. يبقى لما نعرف من أقول اسم شرط مبني على سكون في محل رفع مبتدأ وهو نكرة. طيب جاز، كيف جاز أن يكون نكرة؟ لهم لفظ من ألفاظ العموم. من جاءك أجئ معه، نفس المثال يعني. أو يقع في سياق النفي، ما رجل في الدار، ما أنا قلت ما دي تفيد النفي، النكرة بعد النفي تفيد العموم. طيب يبقى رجل مبتدأ وهو نكرة لأنه ده يدل على العموم. ثم قلت الرابع خبره، وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. يعني الرابع من المرفوعات خبر المبتدأ، خبر الإيه يا ولادي؟ المبتدأ، هو ما تحصل به الفائدة مع المبتدأ عشان يخرج الفعل والفاعل. طب ما الفعل والفاعل بتحصل الفائدة، لما أقول جاء زيد طب ما حصلت فائدة، لا إحنا عايزين الفائدة تحصل مع الخبر وليس مع الفاعل. فلما أقول زيد قائم يبقى القيام فهم من المثال لأنه أصبح خبر، يعني ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ وليس مع إيه؟ مع فعل يعني. طيب غير الوصف، غير الوصف عشان يخرج أقائم الزيدان أمضروب العمران، أو أمضروب العمران أو العمراني، العمراني ماشي. ثم قلت ولا يكون زمانا والمبتدا اسم ذات ونحو ليلة الهدى المتأول. أولا يا ولد الخبر لا يكون زمانا، يعني أقول محمد يصحش أقول محمد اليوم محمد غدا، لا يجوز، هو يتكلم عن الخبر. لا يجوز أن يكون الخبر اسم زمان والمبتدا اسم ذات، لا يجوز. ما ورد من كلامهم الليلة الهلال متأول، أصل الكلام إيه؟ الليلة طلوع الهلال، يبقى طلوع الهلال الليلة. لما بينت في حد المبتدا ما لا يكون مبتدأ وهو النكرة التي ليست عامة ولا خاصة، بينت حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان، وذلك اسم الزمان فإنه لا يقع خبرا عن أسماء الذات، وإنما يخبر به عن أسماء الأحداث صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول الصيام غدا، يجوز. يبقى اسم الزمان يكون خبر عن الأحداث اللي احنا بنسميه اسم معنى يعني. فلا يقول الصوم اليوم، الله ليه بسموه ده اسم حدث؟ ما هو ده مصدر، صام يصوم صوما، يبقى الصوم ده اسم حدث اللي احنا قلنا التصريف الثالث للفعل اللي هو المصدر يعني. يبقى اسم الزمان يكون خبر الاحداث والمصدر. اقول مثلا
أقول الجلوس الآن، القيام غدا، الصيام غدا، أظن كده واضح الحمد لله. لكن لا يجوز أن تقول زيد اليوم، عمرو غدا، لا يجوز. أما قولهم عندما يقول أما كأن معترض اعترض. طيب ما العرب لما قد الليلة الهلال، الهلال ده اسم ذات يعني شيء يرى، والليلة ده ظرف زمانه اسم زمانه، أقول يعني وقع في كلام بس ده مؤول، مؤول على حذف وتأويل، وأن أصل كلام الليلة رؤية الهلال، فالرؤية حدث، الرؤية نفسها حدث زي الصوم كده وليس الذات. ثم حذف المضاف اللي هو الرؤية وأقيم المضاف إليه مقامه، زي قول المثل بتاع العرب اليوم خمر وغدا أمر، التقدير الكلام اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر. إن شاء الله بعد قليل أشرح درسا آخر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.